تفضل حبيبي. حط عندك حط عندك يا بعدين انت مين سمح لك من دراستك؟ ليه اختفيت؟ يعني اختفيت من دراستك ما هيك؟ يخرب بيته ما صار الا وتصبحنا بخلقته يلي بتقطع الباذنجان. ما تحاسبني؟ رح احاسبك امسك. بدي اقطع بذرة الخيار. لح يا شفيق، لا تاكل الخضار والفواكه قبل غسلها بالماء والصابون، مع تحيات وزارة الصحة. بدي اقطع بذرته للخيار. ها قولي شو عم تعملي لك؟ بس ما العالم شو عم تحكي لك امي، كلها هي اشاعات عم يطلعوها تبعات الفيجه مشان يبيعوا مي. وبركي مزبوط مثل ما عم يقولوا. لو مزبوط كانوا قطعوها. لك تتقطع اغلية شو خسران؟ امي عبين ما اغلية وتبرد بيكون نشف ريقي. لك شو اكل عند عوله بكره الصبح؟ كبان. لا امي اكل مكدوس طش يعني حاف. لك روح يا ما حدا بيسمع شيلي. لا لك شيلي. لا بعد شوي جاي الفروج. معقولة لحمة من الصبح؟ كروح يا اللي بسمعك بيقول انه كل يوم عم ناكل لحمة. واذا كان
خلي للغدا احسن. لا الظهر حبيبتي ممكن يداهمونا ويشاطرونا. ثانيا انا خايف، خايف كثير انه يطيروا المصاري. وشلون يعني؟ راح يجي الفروج لحاله؟ بعد هاني يجيب لي اياه من الصبح، ما بدي حدا يشوفني وانا جايبه. آه لك لنفس الاسباب السابقه. اجا هاني. ميت. انا هاني. ميت. انا هاني. ميت. هاي فروج المشوي بدنا وصيته. يسلموا ايديك. الشيك مفتوح؟ شو بيعرفني؟ بجوز الفروج اطلعبت بالكيس. فوت. اكلت ما بدي. فوت عم اقول لك. انا جوا مالي جوعان بس بشارتك. شو ها؟ يخرب بيت علبات، ما لقيت طلعت غير الفخار. انا ما دقرت شي هيك بعون اياها. ارفع ايديك لفتشه. شو ها؟ معقول يكون الفخار؟ هذا الفخار خروف. شو اكلته؟ انا ما اكلت شي. ما اكلت شي؟ هلا بدي صحتين وهنا على قلبه، خلصنا بقى. لك شو صحتين وهنا؟ ان شاء الله سم الهاري، انا بجيب الفروج مشان الفخار، لو سارق جناحات مثل بعضها. وهلا؟ طالع 140 ليرة حقه. الفروج كله حقه 140 ليرة. شو ساوي لك؟ ما حدا بيشتري ثلثين الفروج، بدي 140 ليرة. أخي نسيك كيف خادك ولا غيري عنك؟ الله لا يوفقك. أحلي. إيه في رحت جبت لك الفروج من آخر الدنيا، على قليلة قولي تفضل. تفضل. ورجينا عرض كتافك. على إذنكم. الله معك، الله معك، الله معك. سبيرتو، أعطيني سبيرتو. على عيني. شو عمي؟ كنت كتبتي عليه سبيرتو. ها؟ ايه ايه كتبتي عليه هات. ها هذا وهذا. عتنين عتنين. شري. بدك تحرقه؟ ايه كتبتي على الثاني. اوعى ايديك بس ها؟ لا تخافي. شو لا خاف؟ عم بنتي تبكي. انا ما بعترف غير بالباذنجان. وانا شو بدي اعمل سلطه اليوم؟ اه قلي شو بدي اعمل سلطه؟ اكلت كل الخيارات وكل البندوريات. مو ضروري تعملي سلطه، الباذنجان بتاكل بلا سلطه. شفيق بحياتك شفت حبيبي حدا بيعمل مقالي بدون سلطه؟ ليش مقالي؟ من مميزات الباذنجان انه بتساوى منه 100 اكله و100 صنف، خذي مثلا من انواع الطبخ بتساوى مقلوبه، مسقعت باذنجان، نزلت باذنجان، فتت مكدوس، مسقعه، فهمت؟ ايه ومن الانواع اللي مو طبخ بتساوى عندك مثلا بابا غنوج ويلانجي. ومن الحلويات بتساوى عندك كمان معقود الباذنجان. حتى عندنا بالضيعه صاروا يساووا شراب. اعملي بتبل بلا بندوره. بلا بندوره. شحط على الاخير. ولي هذا بده يفيق ممدوح ويفطر وما بيفطر بلا شاي. روح دبر حالي. تعا الواحد يشتغل بقدش وحاجه بالبطال. هي هي جوانين بدل ما ابو تامر شو مقلعتك مرتك وما عدتك هون؟ ليش تقول لا 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 عم عبي وبيع هناني غاز يعني يعني غيرت كارك؟ مؤقتا مؤقتا. داير سوقك يعني؟ لا ابن حماين جاي من المهجر ومرتي يعني ما بدي يعني اقعد بالبيت فقلت له يا ولدي ابو تامر طلعت ارزق لك برشين. الله يعطيك العافيه. غاز غازك تعبان غير لك اياه؟ قديش بكلف؟ قديش سعره يعني؟ 15 ليره. شو عليه؟ غيره. ايه على راسي ها؟ كان كازو صار غازو احلى راس احلى سكبرة بالحي. من ريحة هالغاز شو بيعرفني؟ عفيف يمكن من قنينة الغاز. تعصى منيح عم تنفس. كل هالقد بتتضايق من ريحة الغاز؟ انا ماني شامم شي. انا معي حساسية من ريحة الغاز. مو من هون الريحة؟ من وين لكان؟
من برا ليكون لنية الغاز تبع الجيران عم تنفس، لازم اطلع قبل ما يصير شي مصيبة. تامر؟ أهلين سيد أهلين. شو ما لقيت غير تحت شباكنا تعبي غاز؟ ها ومن شو متضايق؟ قال من شو متضايق؟ خنقتنا. ها ومن شو خنقتك كمان؟ من ريحة الغاز. جاي من باريس لعندنا. ايه لأن حضرتك جاي من باريس مشان تتضايق من ريحة الغاز. ليش ما بيتضايقوا غير اللي جاي من باريس من ريحة الغاز؟ كمان نحن قلنا رئتين ومغير محلك. خلي الناس تترزى. ايه بدنا نسترزق. ولا بدك كان يعني نقطع رزقنا لأنه حضرتك هلا صرت حساس. يروح ترزق غير هون. وين بدنا نترزق؟ بالمريخ رزق عند تزاحم الاقدام وهم ممر رجل. اسمع لك ابو تامر، اذا ما بتروح من هون لنص ساعه بروح بشتكي لابو نجيبها. روح اشتكي روح انا رح ضل قاعد هون. يا كريم يا عم سيري بدي اشتكي عليه. شو القصه هي؟ تعبست ولاد عم الفه ولا على راسي؟ وصل للبيت للمسا واستعمله يفضع بليا منين؟ على راسي؟ لا يا ست بوران انا غشيك، يعدمني بناتي 16 اللي بغشيك. ردني. على راسي. مع السلامة. يا كريم يا رب غيره ونسترزق. ماشي. مرحبا ابو تامر. اهلين احنا ابو نجيب. تريد انك هون والغاز عندي فاضي، قلت ليش ما اجي نفعك وبعدين وفرت علي مشوار عن الساحه. على راسي. بدك تعبي غاز؟ بدي اعبي غاز. لك شو بدي اعبي مازوت؟ بس وينك؟ ايه اتخمه لا تغشني. ها يعدمني بناتي 16 اللي بغشها. المره الجايه بده يكفي خالي نفسي بده كمان بالغاز. مرحبا ابو نجيب. اهلين عفيف. شبك جاي ملهوجك لهون؟ سيدي خلينا بريحه الغاز. ما احسن ما تخرج مشوار على الساحه مشان تعبي غاز؟ هي المركز صار تحت شباك بيتك، شو بدك احسن من هيك؟ سيدي المهم يزي. هي يزي ولا صار الاذى بدمك ما بتقدر. سيدي وجوده هون ممنوع ولا مو ممنوع؟ ما في نص قانوني لا يمنع ولا يسمح، وبالتالي مو ممنوع. كمل شغل خلصنا. روح على بيتك دير بالك على نسوانك، مسك التقيه الا لحنات تغسل اياها. على راسي. يلا ابو تامر. قادر على راسي. بوران شو هالريحة؟ ريحة الغاز هلا عبيته. بعديه لبعيد، بعديه لبين ما تروح الريحة، بعديه. بس هبي لك كاسة شاي مشان الترويقة. بلا شاي فوتي لقلي. جايب معي سندويشتين فلافل وقازوستين الصبح. لك شو قصة السندويش معك؟ هلا بتجعك معدتك يا ابن عمي. شو بقول الفلافل سنفار؟ لا مو سنفار ابن عمي على مهلك. بس الزيت اللي عم يقلو فيه ما بنعرفه نظيف مو نظيف. هلا اذا كل ما بدنا ناكل اكله بنفكر بموضوعها بنموت من الهم. امسكي. لك لا مشان اسنانك مين تسعه. امسكي. بتعمل لي حرقه. انا من ايدي اذا بعطيكي سم بتاخذيه. حاضر ابن عمي بس بتعمل لي حرقه. ما بتعمل شيء، انا لو بعرف بتعمل شيء ما كنت جبتها. حاضر ابن عمي. لا بنتزع البشرة إذا ما تعرضت للجو النقي بتجعد وبتكرمش غير هيك بتشختي. شختني مثل ما بدك، أنا أبلغ فيك كيف ما كنتي تكوني. أنا ما بقبل على حالي، ببطل حدا ياخدني. لوين بدهم ياخدوكي؟ يتجوزوني. وأنا شو أنت؟ إذا راح تخليت عمرك 70 سنة، شو بدي أقعد ساي بعد ما تتوكى؟ لك يا ميسا وين راح الحب؟ بدك تتجوزي من بعدي؟ لك أنا بدي أنصمي. لك مرة مخصة عم تشوز بعد جوزة. إذا كانت من جيله والفرق بيناتهم كم سنة، أنت بجوز تتركني بنت 20. إيه إيش برا وبعيد. مو مشكلة، بعد ما عندي فيس اعملي اللي بدك إياه، بس هلا ما في طلحة. طيب فيك تفهمني ليش؟ لك ما في محل إلنا هني. ليش؟ بنام مع إخواتي. وأنا؟ بتضلك هون. هلا أنت بدك تسكني هنيك وأنا بدي أسكن هون؟ ما بدي أسكن سكن، لبين ما يزفتوا الطريق، هن بيشيلوا المسفتة من هون وميساء بتجي من هون.
سكر لك الشباك، ما بيعود يفوت دخان. وردة ديار بدك تسكره كمان؟ بدك يعني اقتنق من الشوب؟ اصلا اذا سكرت هالدخنه ما بتسكر على الريحه. خاطرك. انا بدي اشتكي يا ريسة. ايه روح بلط البحر. عم البحر بده بلاط كبير. ابوكي يا دخنه. شربانة ثلاث كاسات. اشربي الرابعة. ما في فايدة قلت لك، ما في فايدة. سدي. بوران، وين المليون ليرة اللي كانوا بالخزانة؟ أنو مليون؟ ليش أنت منلك المليون ليرة؟ عملي حالك ما بتعرفي يا حرامية. أنا حرامية؟ شو هالحكي هاد؟ إيه أنتي مع غيري. يحرم علي إذا شميت ريحة المليون. هي ما نفعت. يلا سمي بالله لأني. مين؟ مفتاح. مثل العطاط دول بيجوا على الريحة غبطية. شو بدك؟ مفتاح. بديع. قوم شوف امك شو شبهها. شبهها؟ ركبتها الحزقه ما عاد تعرف تحل عنها. شو بدي اعمل لها؟ انا خبرتها خبريه مبهره شوي، قلت بالهي ما زبطت، انت الا ضربته سياره على طريق الزبداني، بركي بتخاف وبتروح منها الحزقه. وبركي ما راحت؟ بتروح. اهلين يا بي. اهلين عبيلي كاسه. ايه ولك تكرم. تفضل يا بي تفضل. الله يخلينا اياك يا بي. الحمد لله. صحتين. شو مغطينه مشان الدبان؟ ايه يا بي مشان الدبان. حدا بياكل لحم عند الصباح؟ الله لا يوفقك يا عمي، بيطبع الواحد طبع. صحيح انت لحق يصل على طريق الزبداني؟ لك ما صار له دقيقتين طالع. شو حاسس هلا؟ اطلبي لي الاسعاف. مش على الله؟ مصاريني عم تتقطع. خلينا نروح على الدكتور. والاسعاف ما بيجي مشان المغص. انتي قولي له كوليرا، كوليرا بيجوا دغري. شو جاب الكوليرا هلا؟ انتي قولي له كوليرا بيجوا بيفحصوني بيطلع ما معي كوليرا، بيقوموا بيعطوني دواء للمغص ببلاش وبيرجعوني. وليه؟ ما بدي اقول لهم كوليرا، ما بدي اقول لهم، كش برا وبعيد ما بدي فاول عليه. يهدي عليه الدبان. معك حق يا بي، صحتين وهنا. لنروح شوف بديع شو صار معه. انت ما بدك يا بي. تفضل يا بي. شو صار معه؟ شو اكل؟ امي والله ما اكل شيء، والله ما اكل شيء، بس كيلو خيار وكيلو بندوره ناشف الصبح على الريق. معناتها مو على الريق. خبز ولا بلا خبز، اكل كيلو بندورة وكيلو خيار بيشبعوا حمار. لك شوفي شوفي. لقيت المليون ليرة. كنت عم بمزح معك مشان تروح الحزقة. يا حرام، شفيق ممغوص وبديع راح يطلب له الاسعاف. لا بده اسعاف ولا شيء، انا بعرف دواء بعدي. هي قولي على عمتي لح يا اطول الرجال. عبي ممدوح، عبي ممدوح، لك شو عم تساوي؟ انت اخذ برد بالليل، بطنك لازم يحمى مشان يروح على المغص. يحمى مو يحترق. عم تدهني بفلفله حمرا شلفطه تشلفه. نام. انت رجال ولا مالك رجال؟ رجال. انا رجال. عمو ما بمشي بحالي فلفله خضراء. بوران عنا قرن اخضر. مو بيان. اعطيني راس بصل. لك رجال شو راس البصل؟ بدك ريحه البصل تروح مني عم بعد كيلو. شو
مات؟ لا يا شو مات؟ عمك ممدوح عم يداوي. لك ليش حتى يداوي يعني ممدوح؟ ليك الاسعاف على الطريق رح تصل. شو صارتني جرب انا؟ لكن شبك يمكن جربان. ليش الجرب مو مرض؟ ايش بيعرفني دكتور؟ وين غرفتك خليني افحصها؟ هاي غرفتي. تفضل بس حكي لي. امشي هلا. امشي سطح 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 دكتور سطح سطح. هات نشوف شو عندك. جسمي عم ياكلني اكل دكتور. من كل المطارح؟ من ظهري وبطني من ورا ومن قدام. ايش لحلك انا؟ شو ايش لحلك دكتور؟ انا بستحي جربان وبتستحي. لأنه مرتي موه. مشان هيك جربان. ارفع لك انا. ارفع. بتكركر بتكركر. ارفع ارفع. امرك شو انا؟ ولي شو هذا دكتور؟ شو في؟ بشو حاكت جسمك؟ سيدي حاكوا بالكفكير وبرجل الكرسي وهون بالحيط هاد. جسمك كله متحسس. شو دواء الغسيل اللي عم تستعمله؟ ليش دكتور؟ لانه جسمك متحسس من دواء غسيل. راح اكتب لك على روشيتا وحبوب ومرهم، بس قبل ما تدهن بدي اياك تتحمم بمي بارده حصرا. دكتور انا تحممت بالمعجون تبع الجلد. وراح اكتب لك على معجون يناسبك ودواء غسيل يناسبك. بعدين مشان هيك شغلات بيروحوا على العياده ما بيطلبوا الاسعاف لهون. بس دكتور انا بس مش حاجة بعرف. دكتور لمحناك وانت فايت بعدين اختفيت. وين رحت؟ شو بدك؟ المريض جوا عم يحتضر. انا دكتور مفرق مو دكتور جمله. كلفتني المستشفى الطلبيه عملتها وخلاص. بس يا دكتور نحن طلبنا الاسعاف. اذا صار له شيء على عاتقك. وينه؟ جوا. يمشي قدامي. تفضل دكتور تفضل. شو هاد؟ بعدوا عنه بعدوا عنه. مسكرين عليه الهواء. طبعا بده يحتضر. عم بحتضر انا عم بحتضر. سمعتي مرتي بدي موت. الله يرضى عليك دكتور. الصبي عم يلفظ انفاسه. عم بلفظ انفاسي انا. اطلعوا برا اطلعوا برا. انت شو بدك له؟ الصبي بيكون اخر اختي. اطلع برا. وانت شو بدك له؟ شفت هذا يلي طلع؟ شفته يلي هذا اخر اخته. ايه؟ انا مرته. اطلعي برا. وانت شو؟ بيكون جوز بنت مرتي. اطلع برا. وانت شو؟ انا حماته. بعد هيك. وانت شو؟ مرته. مرته؟ يخليكي هون يمكن تودعيه. وانت شو؟ انا اللي عم بلفظ انفاسي. في مغص؟ في تقيع؟ في غثيان؟ في شيلوا لي على السياره. والسياره براس الحاره والحاره ضيقه وكلنا بنعرف بعضنا. شو طلع معه دكتور؟ وانت شبك؟ ليش عم تحزقي؟ ما بعرف مدري شو صار لي. انتو شو عم تعملوا هون؟ طلع برا. شو طلع لبرا؟ ما بدنا نشوفه هو عم يموت. طلع برا. شربتي مي؟ شربت مي ما راحي. خلط لك حدا شي كذبة؟ جوزي خلط لي كذبة قد الجبل ما راحي. شو اكلي؟ فلافل. مبروك. الله يبارك فيك. على ايش؟ على الحزقة. بحياتها ما راح تروح لانه الزيت اللي قالين فيه الفلافل فاسد. دكتور ما شو طلع معه؟ اذا ما خاب ظني والله اعلم كوليرا. كوليرا. شبكون ليش فاجأتوا؟ هلا موسمها. يلا شيلوه. ليه بدك انا نلعدي؟ الكوليرا ما بتعدي عن طريق اللمس. معناها شرف حضرتك شيلوه. انا
انا ما تعلمت 20 سنه مشان اشتغل على التال عندكم، انتوا اهله انتوا شيلوه. ليه؟ يعني اذا اهله بنعدي كلياتنا؟ لا تضحك علينا بكلمتين، انت دكتور، انت دكتور شيله ما بتنعدي. انا ليش عم ناقشكم؟ اتركوه تنباعوا بالعزاء، عمر لحد يشيله. روحوا اوهام، جيبوا لي كسرات بلوك من برا. ليه؟ لك مشان اقطيش، خلص جيبوا بس. ايه لا تقصي. اهلين جيراننا. كوليرا، منين اجتنا هلا الكوليرا؟ تعال شوف تعال، شو صار معك؟ شفيق برا. شو بدي بشفيق؟ شو صار معك عند ام هاني؟ ام هاني ما رضيت تدينني شيء، قال ما بتعطينا ولا شغله اذا ما دفعنا حسابنا على الكرمه. قمت اخذت علبه مرتدين على اسم ابي. ماشي الحال، اذا ما ببيتك يا ام هاني بسجن النسوان ما بيكون اسمي عفيف. ليش قاتلت لها شيء قتيل مخبي عليه؟ مو شغلتك، منال في لي سندويشه. حنان ناوليني المفتاح من عندك، حاجه تحشي. حبيبي كل مثل العالم مو ضروري سندويشه. انا ما بعرف اكل بدون شاي. كثير ناس بتشرب الشاي بسكر. انا ما بشرب الشاي الا بسكر. صحيح عفيف؟ نعم. شفيق برا منحوش مع كورينا. كورينا هي ما بعرف شو كوليرا؟ شو عرفك انت؟ لك هلا شفته منحوش برا، طلع شوفه. لا هلا ساكته. مشان يجوا ياخذوه. هذا الدكتور اللي اجى شافه مهستر مو طبيعي. الضوران بده يضل هيك لحتى يجي الاسعاف. ولي على قامتي عليه شمع. كيف ليكي بقتلك شو جذبه؟ راح افتح له طاقه نحمه نخيره مشان يتنفس. ولي مغص عداله. الله لا يوفقك يا شفيق، الحمير ما بتاكل الخضرة بدون غسل. شو كان حاسبها هو امي؟ لك يا الله شو صار معك؟ لك حدا يروح يطلب الاسعاف منكم؟ انا رح اطلب الاسعاف مرتبي. كوليرا كوليرا انا حاسب الاسعاف انا. لك يا الله. وانا كمان صار معي كوليرا. تعوا 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 غطوني يا الله مشان ما حدا ينعدي. الله صرتني يا لطيف. لك اجيرا بقدرنا عليه، اما الكوليرا مين بيقدر عليها؟ مين قديش حاش بالبيت سطح حدو؟ انا ما بدي اقول انفخ. كوليرا هي ما معها لعبه، لازم ما يفوت نفس لا شفيق ولا ابو جرعان له بالنوب. زعما مين والله قديش حاش شلون سطح حدو ما بعرف. قولي شوفوا لأبي اللي حزا. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. هون دكتور دكتور أسوأ لم تكتور دكتور 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 دكتور. من هون دكتور من هون. طالة برا طالة برا طالة برا جميع. يلا لبرا يا رطيب الله شوف. يلا برا يلا برا لا برا. ايه حرم حرم حرم. وين المريض؟ لك شو هالدكتور اللي بعتينه؟ ترك المريض بالارض ومشي، شلون عاطينه الشهادة؟ الدكتور سمير دكتور ممتاز، بس هو عم بيعمل هيك مشان يفصلوه من الشغل. اي قدم استقالته، احسن ما تطلع براس العالم. ما قبلوا له اياها، ما قبلوا له اياها، مدير المستشفى متحطط عليه، عنا مدير لئيم؟ لا لئيم ولا شيء، هو بده مصلحته، ما حدا عم يلاقي شغل هلا. الدكتور سمير ما عم بيشتغل مشان المصاري. لك ليش متحطط عليه المدير؟ شو عامل له؟ بيني وبينكم بس ها سرها كبير. كانوا حاطينه بلجنه لفحص اللحوم المستورده، انا طلعت فاسده، اتحططوا عليه بدهم يعقدوه. هاي هي كل القصه. صاحبك الدكتور ما بيفهم حمار. بدي افهم ليش هو ما بيفهم وليش حمار يوقع اللحمه الفاسده بتفوت على البلد. تفوت هو مو بيعرفها. ايه لا ياكل منها. بيني وبينك انا هيك قلت له، وبيني وبينكم الله بيطعمي الحق.
الحلاوه اللي ماله سنان. الحقيقه انا قتلت حالي حطوني بهاللجنه ما وافق. يشيلوه الو ويحطوك الك. كانوا بدهم يعملوا هيك بس انا ما وافقت. عمي شو بدي بهالشغله؟ لما كانت الشغله مستوره ما ذكروني، هلا لما انكشفت البلد كلها رح تعرف انه انا وقعت على لحوم فاسده. ما حلوه هيك، موقفين الدكتور، فوتوا له جوا سوق قهوه، عيب مو عيب؟ ليش مفتحين برقد ومغطينهم بالمشمع؟ حجر صحي يمكن. حنين حاسه بمغص. مبروك ألال. انا كمان حاسه بمغص بس خفت احكي كشوا مني. وانا نفس الشيء يا معناتها انعدينا. الحمد لله يا ربي بركي بنخلص منها العيشه. لك كيف بدنا ننعدي؟ ما دقرناهم. لك يا هبلة هاي الكورونا بتنتقل عن طريق الهواء بالتنفس مثل غبار الطلق تمام. طلق طلق مو طلق. روحي يا ما بينتقل الا عن طريق الجهاز الهضمي. كيف انعدينا اذا عن طريق الجهاز الهضمي؟ معناها يا ستي مو بالكوليرا عدونا. لكان بالهواء ما بينتقل غير الطاعون. طاعون؟ قوموا لكان نتسطح قدامهم ونتغطى بالمشرفة. امسكي 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 اوعى. شو بكي؟ الظاهر انه انا كمان انعدي رايحة اتسطح بردت يا روحي. وانا شو قصدي دكتور؟ حزقه ومغصه. هلا بنشوف بس اشرب القهوه. دكتور هدول المرضى اللي برا ما بيأثر عليهم كتر التلقيح على الارض؟ انا مرضى؟ اللي برا. اللي برا مرضى؟ لشو ساكتين؟ انا افتكرتهم جساس مشان هيك عم بشرب القهوه على مهلي. شو هاد؟ دخلت كانوا ثلاثة. كم واحد صاروا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. دايم القهوة يا أخ. صحتين وهنا. خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة. صحتين وهنا. خمسة ستة سبعة. مرحبا يا صبايا. شلون بدهم يساووا هدول بسيارة الإسعاف؟ وسيارة الإسعاف براس الحارة والحارة ضيقة وما بنعرف بعض. أنا نستهني بقدر أمشي، أول وحدة راح على السيارة. أسرع هيك أسرع أسرع أسرع. يا جيران يا أهل النخوة أجروا. يلا يا بنات أجروا كبار أجروا. خليهم بحالهم راح أبعت لك كميون يشيلهم. خذوكم بختين بتقوم تصلى عندكم الشغلة. فشي بالحرارة مثل الفلاس. وين الجماعة؟ أخذوه الإسعاف كلياته. وين نسواني؟ كمان أخذوه كلياته. يا حبيبي أنا فضيت خانة للطوارئ، ما أحلاهم هلا ويفضوا الأربعة، منين بدي أجيب نسوان أنا؟ لك اسمع مني يا عفيف خذ لك بختين تكسر حالك. ابعد عني هيك. شو هالريحة؟ عم بخ مشان الكوليرا. لك هذا فات من ظهري طلع من كمي. شو ها؟ لك التفكير. حكي حكي.
كحل عنا يا ايه جارتنا شو قصه الكوليرا والنسواني لا عفين بس يكون في رجال تحكي مع رجال لا تؤاخذنا ابو جدعان شو قصه الكوليرا لا في كوليرا ولا شيء شفيق بالكوليرا والباقي تسمم من شو انا وبنت عمي تسممنا بالفلافل الزيت مو نظيف شو بو ما بعرف مدري قالوا لنا شو في نسيت عم هذا صايبه جنون الكوليرا طيب وما اعطوكم دواء عملوا لنا غسيل معده طيب نسواني ما عرفتوا لي شلون تسمموا نسوانا ما بنعرف هلا بيجوا بيحكوا لها معكم قدامكم اوه علينا خلص اكثر من هيك ما بنعرف امشي بوران امشي سلامة الله يسلمك اخ ما عاد الواحد بيعرف شو بده ياكل يا عفي انت الثاني خير نقبرنا وتزلعنا الفروج من الصبح امنا تسممنا ضلينا نقول حكي جرايد هيك لحتى تخوزقنا شخصي ما هيك انت مزبوط شخصي الفروج شو طلع فيه شو بعرفني اسم اجنبي بيكتبوا لك يا هيك يعني ستينج فيشن بتفكروا منقع بخل بيقوم بيطلع طاعون مزبوط عم يطلع طاعون قفلت نفكروا هن مثلنا بينقلوها نقل عن اذنك بدنا نفوت نرتاح نفوت نرتاح لحم ملاحظ بعد الموت هرب مننا اهلين اهلين نسواني الحمد لله على السلامة الله يسلمك شو طمنوني طلع تسمم من المرتديلا اللي جبتها من عند امهاني على اسم ابي ليش انت ما صار لك شيء ما تسممت مين قال لك ما صار لي صار لي شيء ما بينحكى بس تحملت يعني متحمل ثلاث نسوان مثلكم بتحمل المرتديلا مسمومة قولي هاي النجدة ساس سكايا بوماش لك يا أهل النخوة أبشر أبشر يا أخ العرب شبك شبك عم تترغل لغات شو فيه ناس تيجي تحق وناس تطلب لي الأسعار عن مختلف عبيت الجو دي مونو دي دي حاجة برا حاجة منيح اللي بعدك على قيد الحياة اللي مثل جنسك كانوا هلا قلبوا على ظهرهم مثل الصرصور قولي يا بي شفتوا طلبوا لي الأسعار على هالطرقة يلي أكلتها فوق مالك عامل معي منيحة كتر من أمثالك إلهي أستاذ شاهين مسؤول سكنات المدرسات اللي حكيت لك عنه أنا أم أكرم يا أخي أهلين أهلين بحضرتي أمهاني أمهاني أليست أمهاني بحضرتي كميت أهلا وسهلا يسعد لي مساك إلهي أخي جبت لك 20 علبة مرق حالك فيهم أشو 20 علبة هو بيخلصوا عندي بساعتين يا ست أمهاني لك لا بيكم شو كدول مرقهم وحدة وحدة حتى ما حدا يحس عليه أشو مفكرتيني ليش أنا ما بفهم ليش ما بعرف إنه هاي المرتدين مسحوبة من السوق كله مشان هيك أنا جبت لك ياهون حتى ما حدا يحس عليك لا تخافي أنا عندي مطعم كبير يا ست إماني إيه قول هيك من الأول هلأ لو تطلب 10 كراتين بجيب لك أشو 10 كراتين وبركي كمشنا التموين يا ست إماني إيه مرحبا تموين حبيبي التموين مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة هون ما في بقالية إلا بتلاقي منا من هاي المرتديلا والشرطة مين أبو نجيب ايه ابو نجيب ما بيكتشف الجريمة الا بعد ما بيكونوا دريوا فيها كل العالم العمى عاد سمعت غير هيك انه فهيم كتير ايه حط بالخرز هن بيقولوا له هالكلام الحلو هاد حتى يكف بلا عنهم صيتوا واصل لعنا للمعرة والله كنت انا خايف منه كتير يا ام هاني من جهة ابو نجيب لا تخاف منه هذا مثل العجينة بايدي ما بيسترجي يفتح تمه وليش بقى عليه دين 3000 ليرة بالدكان بالعربي كسرت له عينه ومشان هيك يا ام هاني دينت لك 3000 ليره وجبت لك اياهم تفضل مين ابو نجيب ضروري تتنكر مشان تسدني انا مو متنكر مشان سدك انا عم سدك حتى ما فوت على الكمين مديون تفضلي قدامي يي معقوله سيدي معقوله ونص انت بتعرفي كم واحد تسمم من تحت راسك اليوم ايه انا مالي قاعده بقلب المرتديلا حتى اعرف ان كانت مسمومه لما مسموعه مو بقلبها بس التموين نبع عن هذا الشيء يعني بتعرفي ما حدا قال عنها مسمومه سيدي كل الناس قالوا ما فيها شيء لو ما فيها شيء ليش منعوها لكان اصحاب المعامل سيدي عم يحفروا على بعضهم مشان هيك منعوها وهي تاكدي ان اشاعه في عندك منام وحنان ولبانة ثلاثة تسمموا من مرة المرتدين يعني الشغلة صحيحة مو إشاعات سيدي وأنا كمان تسممت ساعة
سيدي هدول ما تسمموا من المرتديلا المسمومة، منال أخذت من المرتديلا المسموحة. قلت بركي وبركدين لا سمح الله، أنا ما بريد من جوزي تسمى من المرتديلا المسمومة، قمت أعطيتها مرتديلا مسموحة. ما بعرف، أنا كمشتك بالجرم المشهوم، انشعتي قدامي لشو؟ روح، روح منك لله أنت والاستفادة، تضرب أنت وهيك زبون، تي! تعي تعي، تعي خدي دليل الجريمة معي. يا عيونك، عيونك رايحة. ما قلت لكم بدي بيتها بسجن النساء؟ هي بعتها على سجن دوما عند ابن الواوية. بس ما في شيء، ما في شيء، لان الدكتور عم يشرف علي قال لي اني انا تجاوزت مرحله الخطر. عملتي مكبل بيت الجار؟ لك شو تجاوزت مرحله الخطر؟ شو تجاوزت مرحله الخطر؟ بركي انتكست يا اخي. لك ما بنتكس، ما بنتكس، بعدين راجع على المستشفى. انا طمنيني، عملتي مكبل بيت الجار؟ لمين بدي اعمل؟ انت بالمستشفى وانا لحالي، ما عندي نفس. انا لما كانوا عم يدخلوني على العنايه المشدده وصيتك لما ما وصيتك؟ بلا وصيتني، بس كنت غميان فتحت عيونك نطقت هالكلمتين ورجعت غميت فكرتك عم تهزي. هلا انا شقيت حالي مشان انطق هالكلمتين واستجمعت كل قوتي مشان اقولهم، وانت فكرتيني عم بهزي. واحد معه كوريرا فاضي للباذنجان؟ اصلا انا ما صار معي كوريرا الا من ورا الخيار والبندوره تبعك. انا ما دخلني، قلت لك اغسلهم. هلا بلا هالحكي الفاضي، قومي ستري ساويني متبل باذنجان، لازم ارجع على المستشفى قبل الساعه 6 الصبح. برر ما بدي الممرض المناوي باللي هربني ياكل بهدله بسبب طيري. روح يا بردي، برر. يلا بدي كول. ما بدي، خايف ما بأمي، اقعد اتسمم كمان. ما في شيء بيسمم هون، كول لشو؟ بلا، كل شيء ممكن يكون ملغوم. طيب كول زعتر مضمون 100%. مين قال لك؟ الزعتر بيساووه ببواقي قشر البزر. شو عرفك؟ مثل ما عم قال لك. طيب بلا الزعتر، كول جبنه، جبنه من الحليب كول. ما قلت لك غشيمه؟ ليش شو فيها كمان؟ ما طلعت الحمى الملطيه من الجبنه. لك شو انت عم تحكي؟ لك انا مثل ما عم قال لك. طيب بلا هالجبنه، كول زيتون. الزيتون عم يرشوه بمواد كيماويه. بلا الزيتون تاكل بيض؟ بيض عم يحقنوه هرمونات، بعدين بصير مثل قطن زي ما بدي. طيب بلا البيض، كول خبز حاف مع بطيخه الشاي. مين قال لك الخبز ما في شيء؟ لك ايه هلقني بديع، شو رح تقعد بلا اكل؟ لا بدي اجيب قط. قط؟ يقطعني ما باكله. لك مو مشان الاكل. لك مشان شو؟ بدي زدت له من الغله، اذا اكل بيكون ما فيها شيء، باكل، اذا ما اكل ما باكل، لانه القط بيميز الشغله المسمومه من الريحه. لحظة يا بيتي يا ابوي تاتي، يا مسترني عيوباتي، فيك باكل وفيك مشرب وفيك بقلي بيت انجاناتي. شغل دكتور شغل. المهم انا رح طلع عندك لمدة اسبوع، الدواء بتاخده بمواعيده، اوعى تقطع وتنتكس. ها القبض اذا ما في حدا يضربك اياهم بتشربوا شرب. طيب الازاز تبعهم ما بيأذي لي معدتي دكتور؟ لا بتحطهم كاسة وتحط معهم مي. ايوه فكرت باخذهم مثل الحبوب كبسول يعني. او بتتبع الحمية. ها الباذنجان محمي عنه شيء انا؟ لا. هات بوسه. ما يا عيني عليك، لكن رح انحمى على الباذنجان انا. ايه منيح على الباذنجان منيح. اهلين اهلين. ابن عمك جاب الصور؟ ايه جابهم. يلا جاي شوفه. عن اذنك سيد شفيق. عن اذنك معك. قديش عمرك ابو طمزه؟ 70 سنة. لا صدق دكتور عم تكبرني، لسه ما طبقتهم، عمري 69 و10 اشهر. لازم تبطل الدخان فورا. بس لك بعرف بعرف صعب، بس ما في شيء بيصعب على الإرادة. لك ما فهمت علي دكتور. بعرف بعرف والله، وبعرف بدك تقول لي انك حاولت 100 مرة وما زبطت، حقك أنا عملت 100 مرة وما زبطت معي كمان. لك أبوك يا الدخان، أنا ما بدخن. معناتها ما صار لك زمان تبطل الدخان. لك أبوك يا الشيكارة، أنا عمري ما حطيتها بتمي، مو خايف على صحتي، بس كحتني كحتني دكتور. لكن ليش هيك الأصابات عندك مثل بوري الصوبيا؟ من المسفتة المزروعة قدام شباكنا. ايه المسفتة ما بتطول أكثر من 10 أيام، ما بتعمل معكم هيك. لأنه الأشطمان تبع الكاميون شي جارنا بحكمه على الشباك شيتنا. وليد شو هاد؟ لسه ما شفته. أعطيني حكي أعطيني. حكي لي حكي لي. حكي لي. لك أشواق بدك
خليها تغلي منيح، لا تطفي النار. هذا رزق ابن عمي ممدوح. ولو لا تطفي تحته، احسن خليه يتعقم. طب يحترق. احسن، انا بحب اللزقه. قلت لك يا لزقه. اوهو علينا، خليه يفحم احلى ما نتسمى. امية يا خد روحوا معنا بكره على السيران. ولا ما بدكم تروحوا؟ ما بعرف حبيبي، اسال عمك ممدوح. شو ممدوح بدك تروح؟ ممدوح بعينه بنروح. مشان نحسب حسابكم بالاكل. شو عاملين اكل؟ من جميعه. اغلوهم منيح مشان يتعقموا. شو اغلوهم؟ اصلا انا ما بحط لقمه بتمي قبل ما اخذ منها عينه على المخبر وافحصها. لكن شو مفكر بطننا مزبله؟ برافو عليك. يي لزق الرز واحترق. اولي هاتي الثاني يلا. هلا بس بدي افهم ليش قاعد عم تفحص؟ مشان التلوث النووي. ان شاء الله بدك تفحص كل العدسات حبه حبه، لا تنام بين القبور لا تشوف منامات وحشي. والبرغلات كمان بدك تفحصهم حبه حبه؟ ما احلانا نفحص العدسات ونتسمم بالبرغلات. امسكي هي فيها تلوث نووي. كبه يا حبيبي، بلا ما نطبخ مشدره اليوم بدها سنه حتى تنحط الطبخه على النار، مت من الجوع. معك حق. اسمعوا لكم، نقعوهم بكلور وسلقوهم بسبيرتو احسن. اكلنا. مبسوطين حضرتكم. منين بده يحبك الواحد ده يحبك؟ طبعا بدنا ننبسط. يا ابي انا قلت له لا تسبحوا بالنهر، قلت له انه معمل المنظفات جنب النهر، ما ردوا سبحوا. ما هيك كله منا. ايه كله منا. ضروري تعملنا مسابقات بالسباحه. ليش انا شو دخلني؟ شلون شو دخلها؟ مو انت قعدت تشارط فيك تقطع النهر وما فيك تقطعه؟ يا ممدوح يا ممدوح. ممدوح بعينك. لك مو إلك إله. ايوه بعدين انا شو دخلني هو؟ مين؟ شفيق. هو معناها كله منك. ايه كله منك. يا عمو ممدوح يا عمو ممدوح، شو فيها؟ حبينا نسبح ونعملنا شوية رياضة. حب حب بدلنا من ورا الرياضة. حب حب مني على خدري. شو هالجاسة يا عمو؟ شو هالجاسة؟ وكل جسمنا تحسس. حسس مني على خدري. شو هالجاسة؟ ريت اشتكي للزن يا بالعزارة. عم تتمسخر علي ولا؟ سامحوا هالمرة. لك بالمستشفى عطوكم مرهم وحبوب. طيب وبيومين ترجعوا عم تلمعوا لمع روحي ابن عمي. خلي لي اياه ما راح ينيمنا الليلة. هلا بدك تحط حالك مع الكلب. بدي نام. قومي قومي. تزاولت منه ها؟ شو يعني؟ قله لأبي يضربه خرطوشتين. لا أبوكي مو خرج اليوم. تركي علي أنا بدبره. شلون بدك تدبره؟ زهرة؟ إيه. زاد شي من علب المرتديلا اللي أكلنا منهم بالسيارة؟ بدي هلا حدا بيتعشى.
بدي نام. ما بدي اتعشى. قولي لي وين هو؟ شو بدك في جنبه؟ في ولا ما في؟ في. هاتي وحده. هلا بورجيك ايش بدي اعمل. جيب لك خبز. لا ما بدي اكل. تيعة تيعة نويلو. بتعرفوا انه الكلب بيموت ونحن ما بنموت. نزلوا لي الشارع قبل ما خش لحد يسمعك.